لك علاش قاعدة معناتها نقول لك انا اللي لي فالور معناتها الارقام اللي تعطي فيها وزاره الصحه قاعده معناتها متناسقه وهذيك هي بالنسبه توا اللي تيست رابيد انت تحكي على التقصي باللي تيست رابيد اي باش يعملوا خاطر اي ومازالونا خمسه دقائق تفضل دونك احنا بوغ هذاك يلزمنا توا ما بين وزاره الصحه ووزاره التربيه باش يكون ثم معناتها اتفاق كيفاش باش يصير تصير الحكايه اما مع العلم راهو نحن بالنسبه لنا نحن كاخصائيين راهو اوني با ماناش ماهوش حاجه اجباريه باش تعمل التقصي للناس الكل على خاطر الشخص كي يبدا ماهوش معناتها ما عندوش عرف راهو سورتو صغار راهو نحن نحكيو خلينا في مثلا من اللي عمره 13 حتى اللي عمره 18 اي هذاك فما ترجع المؤسسات تخدم فوالا ترجع المؤسسات كيفاش نعملوا كيفاش نعملوا وقت اللي واحد يبدا عنده اعراض هذاك اللي يعملوا له تيست ويعملوا للي معناتها للي محيطين به قراب ياسر قراب ياسر هما كلهم قراب ياسر الدكتور لا مش كلهم وقت اللي انت وقت اللي استاذ امان يدخل للقسم راهو يلزمو احنا التوصيات تاع اللجنه العلميه يلزمك تحل الشباك وتهوي القسم نتاعك ما فيها البرد يا دكتوره لا احنا نحلو راهو لا والله لا والله لا البرد والله لا فما برشا برد في تونس راه ما فماش برشا برد لا هما مرتاحين من التهوي برشا كي يبداو لا دكتوره اي معناتها في لا ظروف لا فما برشا برد فما مدارس في الارياف راه دكتوره شيء رهيب راه الاستاذ كي يدخل يهوي هو ثم مؤسسات ما فيهاش شبابك راه كيفاش؟ علاش انا نقول لك راني اللجنه العلميه انت كان سالت عنتر اللي كان موجود معنا على مدرسه بنته راهو حكي لك لا مش نحكي لك انا تو نهزك لهنا في تونس واحد يعني نهزك في العاصمه هنا نهزك في العاصمه تشوف حالات نتاع وهذيك علاش انا نقول بالنسبه للتقصي تو نلقاو معناتها يلزم استراتيجيه واضحه للتقصي لا دكتوره راهو هام جدا تو نلقاو ونحن مثلا تدخلوا على بيك والا باش ندخلوا في مؤسسات تربويه لازمنا نعرفوا راك في قسم فيه 35 تلميذ واضح معناتها راهو لازمنا نتمثلوا زاد الوضع هذا عندنا زملائنا ما عندهم امراض مزمنه وعندنا تلميذات عندهم امراض مزمنه لابد من الوضوح نحن رانا لن نرضى بان نكون مجرد ارقام عند وزاره التربيه وزاره التربيه البارحه حطت بلاغ باش تعلم فيه كونه معناتها تبني قرار اللجنه العلميه هو تعليق التعليق للعوده بالمؤسسات حتى ربع كلمه باش تقول نرجو السلامه للجميع والاطار التربوي ما قلناهاش باش تفهم كيفاش معناتها الشعارات كي تبدا رنانه في جهه والواقع في بلاصه اخرى.